بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل عصير المشمش الاحمر، ده المشمش البلدي الاحمر الصغير، هنعمله عصير. عندنا سكر وعندنا مشمش، هنجيب حلة فيها مية هنسلقه الاول، ده الحلة هنبدأ نسلقه، هنحطه في الحلة. بسم الله تمام. وعندنا نص كوباية سكر، هنعمله زي الكومبوت كده، نص كوباية سكر وهنسلقه، وبعدين هنبدأ نشوف نعمل ايه كده. العصير اهو يا جماعة، المشمش استوى، شوفوا ما شاء الله الشربات بتاعه يا جماعة محمر ازاي، مع انه ما خدش اكتر من 5 دقايق، وشوفوا ما شاء الله القشرة اصلا لوحدها اتفكت، بالرغم اللي هو كان جامد، كان فيه جامد وفيه طبعا كام واحدة مستوية. احنا دلوقتي هنستخدم المية دي في العصير، وهنبدأ نشيل منه البز ونحطه في الخلاط نضربه. المية دي يا جماعة متترماش، جميل جدا. هنجيب الخلاط كده ونقول بسم الله كده. يا جماعة انا فصصته وطلعت منه البذر بعد ما برد حاجة بسيطة، وحطيته في قلب الخلاط. هنبدأ نحط عليه سكر تاني تمام، سكر حسب الرغبة يا جماعة، لان المشمش او البرقوق في منه مزز وفي منه يعني مسكر شوية، فده مزز. كمان اللي عنده برقوق جامد قطعيه الاول وشيلي منه البذر الاول قبل ما تسلقيه، انما ده كان ماسك نفسه شوية، فبالتالي انا سبته بحاله بالبذر علشان ما يتهرش منه. ما شاء الله يا جماعة، شوفوا الشربات، شربات احمر ازاي يا جماعة، وطعمه حلو برضو. هبدأ بقى كده اضربه في الخلاط واشوفه، يعني بعد كده هصفيه ونشوف هنعمل ايه. خلاص يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، انا صفيته اهو وطلع الكمية دي عندي، ريحته حلوة جدا وجميل. هنبدأ نصبه كده وتقيلة اهو، يستاهل التجربة والله، وبالهنا والشفا. اتمنى الدعم يا جماعة والاشتراك، وعمل اكسبلور. شكرا لكم، في امان الله.